لكن خلينا نقول الحمد لله على السلامه للاستاذ خالد درندلي رئيس بعثه النادي الاهلي اللي عادوا في تمام العاشرة والنصف من الخرطوم بعد التعادل وضمان التاهل الى الدور القادم في البطوله الافريقيه. استاذ خالد الحمد لله على السلامه، مساء الفل عليك. الله يسلمك كابتن احمد. يعني ما اقدرش اقول لك مبروك غير على التاهل، لكن بالتاكيد زيك زي الجميع ما كنتش مبسوط النهارده. لا طبعا ما كناش مبسوط، روتين خالص، وكنا مشدودين وحطينا في موقف مش لطيف يعني. نعم. بس الحمد لله ان احنا يعني برضو ما زلنا عندنا الروح، روح ما راحتش زي ما انت قلت. الميزه ان احنا ردينا تاني وطلعنا عملنا الهدف بتاعنا ان احنا تأهلنا، بس احنا زي ما بتقول احنا مش مبسوطين. طيب استاذ خالد ايه اللي حصل؟ يعني انا مكلم حضرتك امبارح وانا على تواصل معاك باستمرار، كنت تقول لي الروح جميله والشكل جميل والامور طيبه وما فيش ادنى مشكله، الجو مش بطال، الارض انا معاك ان الارض مش كويسه قوي، لكنه ماذا حدث يعني في النهايه لهذا العرض الغير جيد؟ والله كلنا مش عارفين ايه اللي حصل. يعني انت بتبقى واقف بتتفرج على احنا نازلين وعندنا ثقه جامده جدا 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 ان احنا نشوف مباراه حلوه. هل الثقه دي وصلت الى درجه الغرور؟ كانت ثقه زايده شويه؟ ما اظنش انا. يعني ما تقليش، يعني مش لعبتنا اللي هيتغروا وينساقوا في كده، لا لا خالص. الحوار اللي بينك وبين موسيماني على الهوا ده ايه؟ لا ما يعني بص انا نفس الكلام اللي بقوله ان احنا يعني احسن حاجه والله زي ما بقول لك، انما كلمتين هم معهم ان احنا المكسب الوحيد ان احنا اتعادلنا. ان احنا فعلا كنا مغلوبين وكان ممكن نتغلب اكثر من كده، ولكن عدنا، وده يدل على ان في روح. الروح دي ما كانتش موجوده ليه من الاول. نعم. بس فالحمد لله يعني عايز اقول لك يعني الواحد كان قلقان ان النتيجه تبقى اوحش من كده، بس يعني ارجع اقول لك الروح برضو كان ليها عامل كبير. طيب برضو اسالك، انت قلت لي امبارح حضرتك انه هي الجانب السوداني موفر ومهيئ كل شيء ولا توجد ادنى مشكله على الاطلاق، هل كانت هناك مضايقات او شيء النهارده في الملعب؟ لا 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 الحقيقه ابدا ابدا. لا الواحد يقول الحقيقه. وحتى النهارده كان في برضه في تاخير شويه في التذاكر بتاع الجمهور. هم اللي دخلوا حوالي 70 80 واحد. نعم. الناس جم ودخلوه وجابوا لهم التذاكر، يعني ممكن يكون اللي دخل جمهور المريخ اكتر شويه من العالم، لكن مش مشكله، مش هي عادي يعني. مش هي بيحصل عندنا يعني الحقيقه. لا لا ما انا بقول لك مش هي خالص يعني. استاذ خالد مش حاجه الحقيقه خالص تعوق. اتكلمت مع اللعيبه يعني في ايه يا اولاد؟ ايه اللي حصل؟ ايه السبب؟ يعني اكيد وانت يعني انت اصلا صادقهم وانا اعرف مدى العلاقه اللي بتربط بينك وبينهم، يعني حصل اي حوار بينك وبينهم؟ والله بص يعني عايز اقول لك كابتن احمد، احنا بعد ما خلصنا احنا كنا مستعجلين جدا ان احنا طالعين على المطار. نعم. ما رحناش الاوتيل تاني، طلعنا على المطار دايركت. نعم. فكان الوقت مش مناسب وكانت اللعيبه مشدوده، ولكن الدنيا فكت شويه واحنا في المطار. يعني ابتدوا كده يعني يحسوا ان الحمد لله ان احنا وصلنا كده. نعم. فطبعا الكلام ده واحنا ما بنحبش بقى، احنا كمجلس اداره ما بنتدخلش طبعا، واخد بالك. فكان الحديث كله يعني اللي جاي بقى لازم نشد بتاع، انما ما دخلناش تفاصيل الحقيقه. الصوره اللي ظهرت النهارده في نهايه الشوط الاول بين الشناوي وهاني حديث الجميع، لانه معروف قد ايه النادي الاهلي في حاله من الانضباطيه وحاله من الالتزام. الصوره ما عجبتش الناس خاصه من الشناوي بالتاكيد لانه كابتن التيم. برضه ما حدش عارف ايه اللي حصل، وهل تم تصفيه الاجواء ولا لا؟ لا طبعا اتصفت كل حاجه. لا لا اتصفت كل حاجه طبعا يعني ساعتها ما بين الشوطين يعني؟ ما بين الشوطين اتصفى كل حاجه طبعا يعني. يعني ودي بتبقى حاجه، عايز اقول لك حاجه دي لو حاجه حصلت، انا الحقيقه ما حضرتش الحته دي. كنا دخلنا مع السيد وزير الشباب السوداني. نعم. والسيد السفير المصري. دخلنا فما لحقناش اللقطه دي. ولكن عايز اقول لك هي بتبقى من الحماس بس. مش يعني الشناوي راجل قيادي وراجل طبعا. لا وكلنا بنشيد بيه يعني اشاده ما بعدها اشاده، سواء فنيا او سلوكيا يعني. سلوكياته طبعا. نعم. يعني يمتثل بيها الجميع يعني. نعم. فدي قطعة بتبقى شده اعصاب من ان احنا زي ما بقول لك احنا متخيلين ان احنا ادائنا هيكون احسن كده من اول دقيقه. امبارح كان الكلام كله انه الاهلي بيلعب على صداره المجموعه، وانه الاهلي دائما وابدا البطوله وكل هذا الكلام الجميل. النهارده بعد ما الاهلي رسميا اصبح تاني المجموعه، ايه المتغيرات؟
والله يا كابتن احمد المستغربات، انا يعني انا بقول لك لما كنا بنقول احنا عايزين يبقى اول مجموعه مش لنتفادى نادي او حاجه، لا لصداره المجموعه اللي انت متعود عليها. ولكن عايز اقول لك حاجه، انت السنه اللي فاتت برضو تعادلت في السودان في الخرطوم 1-1 مع الهلال، وطلعت الثاني وتاهلت من 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 من, من الخرطوم وانت في المركز الثاني والحمد لله فزت بالبطوله. لان انت عايز، انت بتلعب على بطوله، ما انتش بتلعب ان انت عايز توصل دور الثمانيه ويا رب نوصل لدور الاربعه. انت هدفك تجيب البطوله العشر. فانما هدفك البطوله انت ما بتبصش هتلعب مين. يعني خلاص اللي مش هتلعبه النهارده هتلعبه بعد كده تاني. ده صحيح. يعني فانا شايف ان ما فيش متغيرات الا ان احنا انت ترتيب اوراقنا ونركز ونشوف ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها، ازاي اللي حصل ده، رغم ان احنا بقول لك التركيز والاصرار والروح. يعني احنا رايحين الماتش النهارده اعصاب هاديه كلنا، مش قلقانين من حاجه. يعني عايز اقول لك على حاجه، انا النهارده قاعد او امبارح واحنا في العشاء قاعد ببص للفرقه كده، يعني بقول ان احنا عندنا فرقه كويسه جدا. ده صحيح. يعني لما تمسكهم احنا عندنا ناس ثقيله، مش هي دي الفرقه اللي تتهز ابدا. حتى لو قلت الكابتن سيد وقلت الموسيماني نفسه واحنا قاعدين، قلت له بص كده احنا عندنا ناس كويسه جدا وفرقه كويسه قوي. فما حدث النهارده حاجه ما هياش عاديه، وان شاء الله لن تتكرر. يعني كل نادي وكل فريق بيبقى ليه انتصارات ويجي يقع مره، بس احنا الحمد لله ان احنا بنعيد ترتيب اوراقنا جوه الملعب. صحيح. هل حدث اتصال مع الكابتن الخطيب بعد اللقاء؟ طبعا كلمني مرتين بعد الملعب. قال لحضرتك ايه؟ لا يعني بيطمن علينا، وكل اللعيبه في حد اتعور، في حد كذا، هتطلعوا على الطياره. يعني ما كانش فيه اكتر من انه بيطمئن كالعاده ان الامور ماشيه كويس، مفيش مشاكل حصلت، مفيش حاجه، لان الحمد لله كل شيء ماشي زي الكتاب. يعني هل يعني الفوز على سيمبا رغم انه هيبقى فوز معنوي خلاص مش هيفرق في يعني في الصعود او في ترتيب المجموعه، شايفه هيكون بمثابه رساله ثقه للجماهير؟ طبعا. طبعا ده اللي احنا بنقوله، ده اللي احنا قلناه النهارده بقى. ان احنا ماتش سيمبا ده مش فسحه يعني. لا طبعا انت عايز تعيد اوراقك وترتب نفسك، لان عندك بعد كده ماتش مهم، ماتش الزمالك، وعندك تدخل بعد كده دور الثمانيه، فانت لازم الماتش ده ما تاخدوش سهل كده وخلاص. لا طبعا. انت سيدي عارفين يا كابتن احمد. نعم. اشكرك استاذ خالد. والحمد لله على السلامه، ومبروك التاهل، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد درندلي، امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي.